رجل عنده قطعة أرض كبيرة جدا، وضع يد موروثة كابرا عن كابر، وهذا الرجل جاء عليه يمين، ماذا يصنع؟ نعم، وهذا الرجل جاء عليه يمين، ماذا يصنع؟ قطعة أرض. رجل عنده قطعة أرض كبيرة جدا، نعم وضع يد نعم موروثة كابرا عن كابر، وهذا الرجل جاء عليه يمين، ماذا يصنع؟ لا أدري ماذا يقصد باليمين، يمين عن هذه الأرض أنه ما يستعملها، أين كان القصد هذا أنه حلف أنه ما يستعمل هذه الأرض ولا ينتفع منها، فإنه يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام وينتفع بهذه الأرض، ولا تكون يمينه محرمة لما أحل الله سبحانه وتعالى. نعم.